كشفت إيران عن أسلحة جديدة بما في ذلك ما قالت إنه نظام الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية أرمان محلي الصنع ونظام الدفاع الجوي آزاراش على ارتفاع منخفض. كما وصف وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا قرائي اجتيان الأنظمة الجديدة بأنها إنجاز كبير في صناعة الدفاع الإيرانية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه مع دخول أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع للبلاد ستزداد قدرة الدفاع الجوي لجمهورية إيران الإسلامية بشكل كبير. كما أوضح أن منظومة أرمان الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستية تتمتع بمدى متوسط وارتفاعات عالية، وتستطيع كشف الأهداف على مسافة 180 كيلومتراً وتدميرها على مسافة 120 كيلومتراً، مضيفاً أن المنظومة تستعد للتشغيل في أقل من 3 دقائق. وقال وزير الدفاع الإيراني إن أنظمة الدفاع الجوي آيرش وارمان التي تم الكشف عنها حديثاً يمكنها تدمير أهدافها في أقصر وقت ومسافة ممكنة.